هذه الحلقه تكون فرصه درت شي واحد شويه نهضر لكم على شي مواضيع ولا دي كومونتير اللي كيطرحوا، غادي تكون فرصه نجاوبوا عليهم. او ميم طون غتكتشفوا معايا لي زالونتور ديال المدينه اللي سكننا فيها جديده. الحوايج اللي غادي يخليكم تحبوا كندا وهي القضيه ديال الاحساس بالامان. المساله هذه صراحه صعيبه انك يعني تشرحها ولا توصفها، يعني حتى كتعيشها ولا حتى كتجي كتشوف الكادر كيفاش داير عاد كتولي تعرف بالقيمه ديال هذه القضيه ديال الاحساس بالامان. والمساله هذه بطبيعه الحال كتختلف على البلدان الاخرى. تاخذ اكزامبل المغرب مثلا، صعيب انك تحس بالامان ديما، يعني كل ما تي خارج بطبيعه الحال كتحس بانه كاين لو ريسك، يعني راك ديما فهمتي ديما في خطر كما كنقول، سورتو في المدن الكبار. المدن الكبار صراحه الاحساس بالامان كيكون فيه يعني واحد نسبه قليله جدا. معلاش الله اعلم، يعني بكل بساطه باش كتكون خارج كتقول اون سي جامي شي نهار ولا شي مره يقدر يتعرض لك شي واحد، يقدر يوقف عليك شي شفار، يقدر المهم كاع الاحتمالات موجوده. الله كيفاش كتجي للعالم الغربي اون جينيرال، كندا حكم التجربه ديالي زعما لحد الساعه الحمد لله كاين هذاك الاحساس بالامان. يلاه كتحط رجلك هنا في كندا كتحس بان الامور مامنه، يعني فين ما مشيتي كتحس بواحد لا سيكوريتي كما كنقولوا، يعني لو ريسك كيكون قليل مقارنه مع البلايص الاخرين ولا مقارنه مع الدول الاخرين. وهاد الحاجه من الحوايج اللي غادي يحبوكم في كندا. وحاجه اخرى حتى هي اللي كتجيني شويه غريبه، بلوتو ماشي غريبه ولكن مختلفه على داكشي اللي كنشوفو في المغرب ولا في البلدان الام ديالنا اون جينيرال، وهي القضيه ديال لو كالم. يعني الاغلبيه الساحقه ديال الاوقات فاش كتكون خارج سورتو في العشيه مثلا، كنظن حتى بالنهار، المهم سورتو في لي كارتي ريزيدونسيال ولا في البلاصه اللي كيسكنوا فيها الناس كتلقى واحد لو كالم ماشي بحال داكشي اللي متعودين عليه مثلا في المغرب. تاخذ اكزومبل كتكون خارج في الصباح ولا في العشيه ولا فوقاش ما خرجتي، ديما كتلقى الرواج، كتلقى الدراري كيلعبوا في الزنقه، كتلقى الدنيا مروجه كما كنقولوا، كاين اللي بيعوا الشراء، كاين واحد الحركه، كاين واحد لو موفمون. على عكس هنا ما كتلقاش هادشي، كاين واحد الكالم توتال فريمون قليل فاش كيبان لك شي واحد خارج ولا داخل ولا بالويكاند. خلاص الويكاند حديت ولا حرك، الويكاند كيكون بوكو بلو كالم، كلشي كتكون الدنيا ثقيل، حتى حاجه ما كتحرك سبحان الله. وهاد القضيه صراحه تقدر تعجب شي ناس وتقدر ما تعجبش شي ناس. كاين الناس اللي ما عندهمش مع هاد لو كالم بزاف، كاين الناس اللي عزيز عليهم شويه الرواج يعني تكون واحد الحركه، مي كاين الناس اللي كيعجبهم هاد لو ريتم هذا ولا هاد نمط العيش اللي كيكون فيه الكالم. بطبيعه الحال فين تقدر تلقى ان بو دو موفمون ولا فين تقدر تلقى شويه ديال الحركه هما لي بارك. واش اللي غادي نديرو توتسويت؟ لقيتوني يلاه وصلت لوحده واحد لو بارك ما بعيدش بزاف على الدار، واحد 6 دقائق على رجل هكاك، نمشيو نضربو دويره في هاد لو بارك هذا ونشوفو شنو فيه. الوغ في دخل هاد البارك كتلقى هاد لي ستاند ولا هاد اللعيبه فين تقدر تكري واحد البيكالا الا بغيتي دير ان بيتي تور. المهم هاد القضيه ديال الكرا ديال البيكالا كيعطيكم هنا لو غيد، ان بيتي غيد بور لوي ان فيلو باش تقدر تكري بيكالا. غالبا غادي خصك واحد لابليكاسيون بار لا سويت كتقدر تحل البلوك ولا كتقدر تحل اللوك ديال هاد البيكالا ودور مع راسك. بيان سور كيتحسب داكشي يمكن جو بونس بدقائق ولا بسوايع، المهم جي جامي تيستي، دابا نجرب شي نهار ونبارطاجي معاكم. زينو هادي هي الدخله ديال البارك، فوالا نمشيو نشوفو دابا اكزاكتومون شنو كاين في البارك. المهم اول حاجه كتبان لكم من هنايا هما هاد لي تيغان ديال الفوليبول، كاينين جوج ديال لي تيغان واحد حدا واحد، جو بونس لا باز ديالو رمله. المهم غير خصك تجيب غير الكره ديالك كسر ليها مع راسك. هنا كيكونوا دي تيغان صغار ديال الكره كما عرفتوش غيبانو ليكم، مي دابا نقربو ليهم. سينو هاد لي تيغان اللي قلت ليكم هنا ديال الفوليبول زويونين نقيين مقادين وديسبونيبل زعما فهمتي، فابور اللي بغى يقصر كيدخل يقصر كتخلص 6 ريال. قربوا ليهم واحد شويه باش يبان لينا بليس دو ديتاي. فوالا كيما قلت لكم لا باز ديالو رمله. هذيك النهار جيت واحد الوقيته، جيت واحد النهار لقيت واحد الدراري كيلعبوا هنا وزعمت عليهم قلت لهم واش نقدر نلعب معاكم، قال لك دخل اسيدي قصرنا لعبنا واحد شويه عراينا صافي دي بيان. دوزنا على الجهه نشوفوا شنو نقدروا نلقاو. المهم هذا كله بارك فريمون كبير فيه بزاف ما يتشاف، دوريا بارتو بارتو. المهم هذو نقدروا نعتبروهم لي ديرني جور قبل ما يبدا يبرد الجو، سورتو كيبيك لا فيل دو كيبيك شويه مبراده كما كيقولوا. المهم حنا دابا نشوفوا، مي كيقول لك البرد ديالها كيبدا شويه بكري كومباري للمدن الكبار ولا كومباري للمدن الاخرين. بونس هاد لو تيران هذا غادي يكون تيران ديال الكره، المهم تيران ديال الكره، مي اون طون الناس كيقدروا يجيو فيه يديروا زعما دوت اكتيفيتي. نوريكم بلوت كوتي الا عنده شي كلب ولا شي حاجه كيقدر يجيبو. كاين واحد لو تيران ديال الباسكتبول دلوت كوتي، نمشيو نضربوا ليه دويره غابيدمون خاصو واش كيبان لكم هنا. حاجه اخرى صراحه حتى هي اللي كتجيك بيزار سي فري، هادشي كتشوفو في التلفازه، مي فاش كتجي لهنا كتولي كتشوفو عن قرب، هو هي القضيه ديال النقاء. فين ما مشيتي كلشي نقي، كلشي زويون، كلشي مرتب، كتقول زعما لماذا يا الهي. الله كذا ما في المغرب تي تخدي اكزومبل، ديما كنتكلم المغرب حيت انا من المغرب.
كتلقى كاين واحد الفوضى فين ما مشيتي كتلقى الفوضى وكتشم الريحه ديال الفوضى الا بغيتي تقول. يعني فين ما مشيتي البلايص كتلقاهم مال اورغانيزي, بلايص ما نقيينش بيان سور, ما كاينش بلاصه فين تجلس, ما كاينش بلاصه فين تشم الهواء ايتترا. الوغ هنا زعما الدنيا اون جينيرال نقيه مرتبه مقاده. واش كيبان لكم لو تيران؟ شي لو تيران ايمونس, كله نقي كله مقاد, الناس كيجيو يستمتعوا بلو كادر اي ابري كيخليوه نقي كيخليوه زوين. جوبونس هذا هو المشكل اللي كاين جوبونس عندنا حنايا, زعما حنا لا العرب اون جينيرال المغاربه تيتخ بارتيكولير. المشكل ديالنا هو اننا ما كنتهلاوش في الحاجه وصافي, حيت البروبليم ديال بونس ديال لي كادر كيف ما بغى يكون كادر ناتوريل ولا ان سونتر سبورتيف ولا كيف ما بغى يكون, المشكل فين كيكون؟ كيكون جوج المشاكل جوبونس, في لا كاليتي ولا في الجوده ديال الخدمه. اول حاجه ما كتكونش لا كونتينيتي, ما كيكونش لا مانتونس كما كنقولوا. يعني سي فري الدوله ولا الناس اللي مكلفين كيصوبوا شي حاجه, كيصوبوا مثلا ان كادر ناتوريل زويون بجد, مي البروبليم ما كتبقاش دار ليه لا مانتونس, كيكون لا سويفي لا والو, كيصوبوه المره الاولى وكيخليوه بحال هكا. هادي دون بار دو ترو بار. المشكل كيكون في الناس اللي كيكونسوميو هاد لو برودوي ولا هاد لو سيرفيس ما كيتهلاوش كما كنقولوا. يعني عليها كتلقى الحاجه دغيا كتولي حالتها, سكي دوماج. جو بونس كاين واحد لو تيران ديال الفوت ديال الدراري الصغار, نوريه لكم. ها كيما كتشوفوا هذا سي لو تيران ديال الباسكت, قصر مع راسك بغيتي تقصر. وهنا كاين واحد سباس ديال السكيت, الناس اللي كيتزحلق. المهم فين ما مشيتي كاين الخضريه, هذا هو لافونتاج صراحه. صراحه هذا الفيديو ما وجدت ليه ما حتى شي حاجه, ما كاين لا رؤوس الاقلام لا حتى شي حاجه. جينيرالمون كنوجد لي فيديو يعني على تي ساعه باش نعرف علاش نهضر وعلاش ما نهضرش. اليوم صراحه غير خرجت بغيت نضرب دويره وقلت علاش لا نبارطاجي معكم بعض الافكار اللي كيجيوني غير هكا وبيف. من الافكار اللي بغيت نشارك معكم وهي القضيه ديال لا نيجاتيفيتي ولا السلبيه اللي ولات منتشره مؤخرا في الريزو سوسيو في يوتيوب ايتترا. كاين بزاف ديال الناس كيهضروا على لو كوتي نيجاتيف اللي واقع حاليا, سورتو منين بدات الازمه الاقتصاديه, جا الكوفيد ابخي القضيه التحسرات كما كنقولوا. صراحه هاد لي بوين هادو زعما ماشي ما كاينينش, كاينين سي فري قضيه ديال الظروف الاقتصاديه وظروف العيش وديك الشيء. يعني قضيه محسره, كاين بزاف ديال المشاكل كتسمعوهم دابا سوغ انترنيت. بيني وبينكم ماشي غير كندا, يعني بارتو المغرب, اوروبا, لي ستازوني, فين ما مشيتي كاين بزاف ديال المشاكل. مي صراحه الناس اللي كيفكروا انهم يخويو البلاد, خصوصا اللي كيفكروا يخويو البلاد يمشيو لكندا ولا يمشيو شي بلاد اخرى, حاولوا ما تاكلوش بزاف ولا حاولوا ما تكونسوميوش بزاف من هاد النوع ديال المحتوى. حيت ها هي كاينه الازمه, كاينه واحد لا كريز ايكونوميك مونديال اللي قاجا كلشي. شنو هو الحل؟ شنو زعما الانسان يقج راسو ولا ينتحر ولا شنو خصو يدير؟ يعني كما كيقول لك الحياه تستمر. شي واحد اللي كيفكر انه يخوي البلاد يركز على لو بروجي, تان بروجي دو في, ركز عليه مزيان, خدم عليه مزيان وان شاء الله غتيسر الامور. والقضيه ديال لا كريز سي فري, كاينه الكريز غادي تشد بعض السنين. الناس لي زيكسبير اللي كيهضروا على هاد المسائل كيقول لك سي فري لا كريز مونديال تقدر تشد واحد العام, واحد العامين, واحد ثلاث سنين, اون سي جامي, ما عرفناش بالضبط. مي في نفس الوقت الناس زعما الناس عايشين, كاين سي فري الناس اللي تحنسروا ديال بصح, كاين الناس اللي وقفوا من الخدمه, كاين الناس اللي مشاو ليهم فلوسهم, كاين بزاف ديال المشاكل. كاين الناس اللي كانوا عندهم ديور وما بقاوش قادين يخلصوا المورغيج ولا ما بقاوش قادين يخلصوا الكريدي ديال البنكه. هاد المشاكل كاينه ماشي ما كايناش. انا كنعرف ناس شخصيا اللي كانوا كيخلصوا واحد المورغيج ولا كانوا كيخلصوا واحد الكريدي ديال البنكه, نقدر نقول لك واحد 700 دولار 800 دولار في الشهر. فاش جات لا كريز طبيعة الحال اون فوا جات لا كريز لي طو ديال لابون كلهم طلعوا بواحد الشكل اللي خيالي. كاين اللي كان كيخلص 700 800 ولا كيخلص 2000 وصرف 2100 2200. يعني سي فري سي اون سيتياسيون اللي ماشي سهله, ولكن في نفس الوقت كنقول زعما انا شنو هو البديل, زعما شنو هو الحل, شنو واش الانسان زعما شنو خصو يدير؟ واش يوقف ما يعيش ولا ما يتنفش ولا ما يفكرش ولا ما يديرش ديبا في حياته؟ بالعكس انا كنقول سي فري الحياه بمشاكلها بحلوها ومرها كما كنقولوا. الانسان خصو يستمر, هذه هي الحياه, ما عندك ما دير. لهذا حاولوا خصوصا الناس اللي كيفكروا يديروا واحد لوبا في حياتهم, خصوصا الناس اللي كيفكروا يخول البلاد, ما تعمرش راسك بزاف بهادشي. يعني ركز على البروجي ديالك, وجد راسك بيان كوم يلفو, خدم على اللغه ديالك, وجد الوريقات ديالك ايتترا ايتترا, وتوكل على الله. اون فان كونت راه كلشي بيد الله كما كنقول, يعني الارزاق بيد الله, الاعمار بيد الله, كلشي بيد الله. يعني ان شاء الله فاش ربي كيكتب شي حاجه, يعني كما كيقول الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني هاد المسائل خصها ديما الانسان ياخذها بعين الاعتبار ويديرها في دماغه. يعني كل حاجه كيكون عندها لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديالها, ولكن في نفس الوقت الانسان غير يتوكل على الله, يعني يدير اللي عليه والكمال على الله. حيت سي فري الا بقيتي كتفكر ديما في هذا لو بوين ديال القضيه حامضه, القضيه مزيره, القضيه محنسره, ما فهمتي, ما عمرك تافونس, ما عمرك تزيد. لهذا فونس فونس فونس. انتم دابا مازالين في نفس لو تيغان, انا لقيتوني دابا راني في وسط التيران. عرفت كيبان لكم وسط التيران؟ المهم خاوي دابا ما كاين حتى شي واحد, ما كاين حتى واحد ما كيلعب.
مي فوالا تيران زويون قاد وتجي تقصر مع راسك تجيب كره وتقصر سي سي بارفي. علاش العالم الغربي مقاد وزوين؟ ما عرفتش واش قضيه ديال العقليه ولا قضيه القانون، حيت الناس كيخافوا من القانون وكيتبعوه بحذافيره كما كنقولوا، كيبغوا شي يخرجوا على القانون سي بوسيبل. ملي كتقول دوماج كتقول علاش حتى حنا ما يكونش عندنا في البلاد القانون اللي كيطبق بحذافيره؟ انسان دار شي حاجه ولا خسر شي حاجه تعاقب تيطبق عليه القانون. باش الملك العام كما كنقولوا ولا الحاجه اللي مشتركه اللي مشتركين فيها، يا دي تيغان يا جرده يا بارك يا اي حاجه، تبقى زوينه، تبقى كما تصوبات وكما تقادات. حيت اون فان كونت فاش كتبدا تفكر كتقول علاش الناس كيهتموا بهذا الشيء وكيخليوه زوين، حيت في الاول كاع شكون اللي صوب هذا الشيء، كاع شكون اللي دار هذا البارك هذا، وشكون اللي قاد هذا الطرقان هذا، وشكون اللي قاد هذا لي تيغان؟ راه الناس هما الناس تما كيسموهم هنا لي بيور دو تاكس، فهمتيني؟ انت كتخلص واحد الطاكس باش الدنيا تكون زوينه والدنيا تكون مقاده. يعني تبغي فاش تخرج مثلا تمشي تضرب دويره تلقى داك الشيء زويون ومقاد وبيان كوم يلفو باش تستمتع به، هذا هو المشكل. حيت فاش كتلقى شي بلاصه زوينه ومقاده وداك الشيء كتستمتع بها، كتشوف واحد الحاجه زوينه عينك كترتاح كما كنقولوا. تخرج مثلا تضرب دويره وتشوف الخضوريه بحال هكا، فهمو النفسي ديالك كتقاد وكتبدل الجو كما كنقولوا. هذا الشيء من الحوايج اللي زوينين في هذه البلاد هذه. يا فوالا نتوما كتشوفوا الناس خارجين، كاين اللي كيجري، كاين اللي غير كيتمشى، كاين اللي عنده شي كلب مخرجو. المهم حاجه اخيره بغيت نهضر فيها صراحه في هذا الفيديو، وهي القضيه ديال انكم ما تسمعوش داكشي اللي كيتقال. المهم تسمعوا ما تسمعوش كما كنقولوا، يعني ديما حاول تفلتري داكشي اللي كيوصلك من الناس اللي كيهضروا على الهجره اون جينيرال، اللي كيهضروا على كندا اون جينيرال. انا الحاجه اللي ما كتفهمش ليا هو شي واحد اللي عايش هنا وكيهضر على كندا بالسلبيه ديالها، كيركز على السلبيه ديالها بشكل رئيسي وكيقول الناس لا ما عندكم لاش تجيو لهنايا، كندا ما فيها ما يدار، راه غيديو لك ولا هذاك، راه غادي يقريوهم كيف هما، راه ما كايناش الخدمه، ما راح المعيشه غلات ايتترا ايتترا. هادشي كلشي اللي كيتقال سي فري كاين منه بزاف ديال الحقيقه، ولكن شنو اللي مخلي هاد السيد هذا ولا هاد الشخص هذا اللي كينصحكم انكم ما تجيوش، شنو اللي كيخليه يبقى؟ يعني الا تاع على قد كلمتك ولا على قد هضرتك، حتى انت دير لو باكوي البلاد كيما كنقولوا، رجع فين كنتي ولا سير شوف شي بلاصه اخرى. يعني انا كتجيني صراحه ماشي منطقيه بتاتا، وماشي منطقيه حتى ليك انت انك تسمع هاد النوع ديال الهضره، حيت بما انك انت كتقلب على المعلومات وباغي تمشي لهاد البلاد هادي ولا باغي تجي لهاد البلاد هادي، يعني كاين واحد النسبه كبيره من الحوايج اللي زوينه اللي وصلتك واللي خلاتك انك تحب هاد البلاد ولا خلاتك انك تقرر تخوي البلاد ديالك. لهذا ما تسمعش لكل شيء وما تسديهاش في كلام الناس كما كيقولوا، وديما حاول تزعم كما كنقولوا. خلا واحد اليوتيوبر امريكي قال لك دو وات يو كانت، يعني الحاجه اللي انت كتبان لك ما تقدرش ديرها حاول تزعم وديرها. طبعا الحال غير المحرمات، المخدرات، الكارو، الشراب وديك الشيء، المهم الشيء كيبقى اختيار شخصي، ولكن زعما اللي بغيت نوصل لكم الحاجه اللي كتخاف منها ممكن هي اللي خصك تزعم ديرها. حيت كنظن لو غومور ولا الحسره اللي غادي تجيك اون فوا دوز واحد السنين مثلا وتبدا تفكر تقول واش غتجيك الحسره انك درتي هذاك لو با، ولا غتجيك الحسره انك ما درتيش هذاك لو با. كاين واحد النسبه كبيره ديال الناس كيتحسروا على داكشي اللي ما داروش اكثر ما على داكشي اللي دار ولا على داكشي اللي داروا. لهذا النصيحه ديالي لكم ما تسمعوش بزاف ديال الناس، حاولوا تركزوا على لوبجيكتيف ديالكم ولا الهدف ديالكم في الحياه كيف ما بغى يكون، سواء هجره سواء هدف اخر. ولكن بما اننا كنهضروا على الهجره وكنهضروا على كندا، ما تسمعوش الهضره ديال الناس بزاف، زعموا كما كنقولوا غير توكلوا على الله وما يكون غير خير ان شاء الله. كيف ما قلتها وكنعاود نقولها، المسائل كتكون ميسره كما كيقولوا، يعني ما كايناش واحد الصعوبه بزاف في الحياه اون جينيرال في كندا. طبعا الحال كيكونوا ديكا، كيكونوا المشاكل، كتكون العنصريه، كتكون الخدمه قليله كما كنقولوا، ما تقدر ما تلقاش الخدمه دغيا، كاين بزاف ديال المشاكل. ولكن في نفس الوقت الانسان ما يشوفش الجزء الفارغ من الكاس، ديما يشوف في الحاجه اللي زوينه. وحاجه اخرى خصوصا في نفس الموضوع، وهي القضيه ديال لادابتاسيون وانك يعني تستقر بواحد الشكل زوين ومقاد هنا في كندا، كيعتمد عليك بالدرجه الاساسيه، خصوصا الا كنتي محضر راسك، يعني برينسيبالمون محضر راسك نفسيا كما كنقول ديما في لي فيديو، وكنتي عارف راسك فين جاي وعارف راسك بانك تقدر تبدا من الزيرو، هادشي كله غادي يسهل عليك لا ترانزيسيون، غادي يسهل عليك الاستقرار كما كنقولوا. وما تخافش، كلشي الامور كتكون ميسره، وثقوا بيا الا قلت لكم الا كنتي قديتي تبني حياتك ولا توقف على رجليك في البلد الام ديالك كيف ما بغى يكون المغرب ولا غيره، انا متاكد 100% انك غتقدر تبني حياتك حتى في كندا. والنجاح يعني الكونسيبت ولا الفكره ديال النجاح كتختلف، يعني كاين اللي بالنسبه ليه النجاح هو انه يدير الفلوس، كاين
كاين اللي بالنسبه ليه النجاح هو انه يخدم واحد الخدمه اللي مرتاحه وما يكونش مكرفس بزاف، كاين اللي الهدف ديالو في الحياه ولا النجاح ديالو في الحياه كيرتبط بعوامل اخرى. يعني شوف انت كيفاش كتقرا ولا كيفاش كيبان لك النجاح ديالك، واش بغيتي دير فلوس بزاف، واش بغيتي غير تخدم خدمه وتكون مرتاح اليز، واش كتقلب على ستاتيو سوسيال، وزيد وزيد. شوف انت شنو بغيتي دير وقرر، ولكن كيف العاده وكيف قلتها ونعاود نقولها، ما تخافش وما تسمعش الكلام الناس بزاف، خذ داك الشيء اللي كيبان لك لوجيك ومنطقي وخلي الباقي. وفاند كونت كل شيء بالمكتب، واي حاجه كتخطوها ولا اي حاجه كتقرر ديرها في حياتك عرف بانه داك الشيء بالمكاتب، وداك الشيء كله ارزاق كما كنقولوا. يعني ما فيها باس الانسان مره يخرج من منطقه الراحه ديالو، ما فيها باس مره الانسان يزعم على شي حوايج جداد ويجرب شي حوايج جداد، وان شاء الله ما يكون غير خير وما تمشي غير في مشاكل الله كما كيقولوا. كيف العاده الا كان عندكم شي تساؤلات ممكن تخلوا ليا تعليق. نتمنى لكم كل التوفيق وهذا الشيء اللي كاين.